بالنسبه لباسو انا ما عنديش عداوه مع باسو ولا ما تنحملوش، انا من لي فان ديالو، ولكن هاد السلسله هادي ما عجبتنيش انا بصراحه. عجبتني بزعما مثلا شي، ولكن هادشي ديال يعني كلاشيليا اعوان السلطه كلاشيليا السلطات، هادشي هذا ما عمره ما غادي يبدل بهذه الطريقه البلاد ديالنا مثلا الا كان فيها هادشي ديال تيغوت. وهاد السلسله هادي غادي تخرج على الدراري الصغار ديالنا بالفكر ديالهم وبالعقل ديالهم، غتربي فيهم واحد الحاجه اللي ربما يقدروا يطلعوا حاقدين على الوطن، وما كاينش شي حد اللي يقدر يكون حاقد على هذا الوطن العزيز، فهمتي؟ او اللي يقول لك الفساد وبلاد وهادي، واللي يفكروا في الهجره ويفكروا. شوف راه الفنان ديما خصو يوصل واحد الرساله اللي تكون ضرب وقيس. هاد السلسله ما ضربش فيها وقيس، هاد السلسله هادي جمع فيها حب وتبن، باش نكونوا صراحه ديال الكلام، اجمع حب وتبن، وانا ما عجبتنيش بالطريقه. ولكن هو راه ما هضرش على الخطوط الحمراء، هضر على النظام، هضر على الحكومه، الحكومه هي اللي كتسير البلاد. هضر على الحكومه، ما عمر شي سلسله بدلت الحكومه، الحكومه تتبدل في البرنامج، تتبدل في المجالس، تتبدل في الانتخابات. اشي خصنا نوريو لولادنا خويا باش يبقى غادي السياسه ديال البلاد مزيان. انتخابات هذا منتخب عليه، هذا ما انتخبش عليه، ولكن باش غادي نوصلوا واحد الفكر للابناء ديالنا بهذه الطريقه، راه ربما ما تنقولوش غيحقدوا على الوطن، لان الوطن هذا بلاكتو بظهرو معروف الحمد لله كيفاش داير، كلشي تيحبو وطن عزيز. ربما الدراري بعض الدراري غيوليو يفكروا في الهجره، ويولي يقول لك المغرب والمغرب، وحنا شفتي المغرب ديالنا كيولى الحمد لله، وراه ما كاينش شي دوله ما تيقولوش ما تيغلاش ما تيطلعش فيها الاسعار وما تيهبطش فيها الاسعار. يعني حتى حنايا راه بحالنا بحال جميع الدول، غيجي واحد النهار غنوليو طاف الاسعار بخير وعلى خير. شنو رايك واحد الشيخ امام مسجد البيزازي خرج كينتقد باسو؟ وهو الشيخ البيزازي والامام اللي كينتقد باسو، يعني هادو شيوخ من شيوخ الوطن، هادو شيوخ اللي ما نكذبش عليك، يعني عارفين المصلحة ديال البلاد، وعارفين الفكر ديال الشباب، وعارفين الفكر ديال الأبناء الصغار ديالنا. راه شوف راه ساهل باش تنوضو دير وتكلاشي فلان، واش اليوتيوب فيها شي حاجة؟ من غدا ندير أنا أكثر من اللي دار باسو، ندير سلسلة بديك الطريقة أنا وندوي، ولكن لا، أنا ماشي ضد باسو، خصنا نوصلو شي رسالة اللي تكون زوينة للوطن ديالنا، ما خصناش نكلاشيو الوطن ديالنا بهذه الطريقة. لاننا حنا محسودين، والله العظيم هاد البلاد لا حاسدينها بالله، واسمحوا لي وتحيه لباسو. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.